الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتشرف بكم جميعا في الحلقة الرابعة من برنامج تصحيح التلاوة. في اللقاءات الماضية نكرر ما سبق، أخذنا 7 أحكام، وقلنا بأن الاستعاذة سنة في جميع القرآن، والبسملة واجبة في بدايات كل السور ما عدا سورة البقرة، وسنة في أجزاء السور. وقلنا بأن حروف إخراج اللسان 3: الذال والثاء والظاء. وقلنا بأن علامة المد بعدها همزة تمد بمقدار 4 حركات. وقلنا بأن فواتح السور 3 أقسام: الألف ليس فيها مد، وحي طهر تمد بمقدار حركتين، ونكص عسلكم تمد بمقدار 6 حركات على التفصيل اللي هيأتي إن شاء الله. والقاعدة السادسة: أي نون وميم مشددتين تغن بمقدار حركتين. والقاعدة السابعة والأخيرة: الصفر مستدير سواء كان على الألف أو الواو أو الياء، فإنه لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. هذا اللي أخذناه في الفيديوهات الماضية كلها، وهذا نكرره إن شاء الله في هذه الصفحة ولن نزيد، يعني هذه الصفحة تطبيق إن شاء الله رب العالمين. ونظرا لطول الفيديو الماضي، ويعني بعض الناس تأذت من طول الفيديو، فإن شاء الله رب العالمين سنحذف فقرة اللي هي تصحيح المعاني، ولعل هذا خير، يعني حتى لا أقول على الله ما لا يعني ما لا فيه، أو ما معنى الله أراد جل وعلا، وأختصره بمعنى آخر من عندي، وأنا لست أهلا للتفسير أو سرد المعاني بها من نفسي يعني. فنقتصر على التجويد الذي أعرفه، وإن شاء الله معاني الآيات أو الكلمات، وهذا الأمر طبعا لكم، وتناقشون أو تردوا علي فيه، وأنا منتظر يعني اقتراحاتكم في هذا الأمر. سنضع موضوع المعاني والتفسير جانبا إن شاء الله، ونقتصر على التجويد فقط لا غير. سورة البقرة، الآيات من الآية 17 إلى الآية 24، وهذه هي الورقة الرابعة في الحلقة الرابعة، كما قلنا بأن في كل فيديو صفحة كاملة. وقلنا بأن هذا التجويد برواية حفص من طريق الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة في أجزاء السور. مثلهم الثاء إخراج لسان، كمثل الثاء إخراج لسان، الذي الذال إخراج لسان، استوقد نارا فلما غن بمقدار حركتين. في هذا الفيديو سنطبق الأحكام السبعة اللي أخذناها قبل ذلك. فلما 4 حركات، ليه؟ لأن في ألف عليها علامة مد. قلنا بأي، شوف الصفحة كلها، كل القرآن كله علامة مد بعديها همزة 4 حركات. وقلنا بأن هذا الوجه جائز، وإحنا من طريق الشاطبية كما قلنا، وسنبين إن شاء الله يعني طريق، يعني شاطبية يعني الطيبة إن شاء الله سيتضح ذلك، لكن خلينا نثبت ان هي 4 حركات ان شاء الله. اضاءت، نفس الكلام، علامة مد همزة 4 حركات. الهمزة كم شكل في القرآن؟ 9 اشكال، سنأخذها الفيديو القادم، والفيديو القادم من الان يعني اوضح لك ان شاء الله، هيكون حلقة استثنائية سنتكلم فيها عن 7 احكام فقط، وسنعطي يعني تطبيقات غير الصفحات، وشيء مستفيض شوية، وان شاء الله حتى تثبت ال7 قواعد اللي بعد كده هنبني عليها ان شاء الله رب العالمين. وانا يعني انا مصر ان احنا نبدا يعني بالراحه شويه شويه، والقران ياتي بالتلقي وبالتعليم، حلقه فاخرى، معلومه فاخرى. ليه؟ لان لا نستطيع ان احنا نعطي المعلومات كلها في يوم واحد او في حلقه واحده، ستخرج بدون ما تفهم شيء، بدون ما تعرف شيء. لكن نبني الان، ذال ثاء ظاء اخراج لسان معروف خلاص. ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الذال إخراج لسان، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات الظاء إخراج لسان، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طبعا صم وبكم وعمي، صم فيها إقلاب، وبكم آخرة فيها إظهار، وعمي فيها إخفاء، وهذا سيأتي بيان إن شاء الله مع أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله رب العالمين. طيب، أو كصيب من السماء، كصيب من السماء 4 حركات،
فيه ظلمات نظائر اللسان ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. ياء على علامة مد، ننظر إلى ما بعدها، بعدها همزة تمد بمقدار 4 حركات، وإحنا قلنا سيأتي بعدها شيء آخر اللي هو السكون أو الشدة، وسيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين في أحكام المدود كاملة. أنا برضو مش مستعجل إن شاء الله. من الصواعق حذر الموت، الذل خرج لسان، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه. طيب احنا في أخذنا الآن كل الأحكام السبعة ما عدا طبعا حاجتين. الشيء الأول اللي هو فواتح السور، لأنه مش موجود احنا في وسط السور. الشيء الثاني اللي هو الصفر المستدير. فين الصفر المستدير؟ مثل يعني كلمة مشوا فيه، انظر إليها وافتح المصحف معي، ستجد بعد الواو في اللي هي ألف وعليها اللي هو الصفر المستدير شكل الدائرة، يعني هذا لا ينطق لا وصلا ولا وقفا، يعني ليس له أي تأثير على الكلمة. تقول مشوا فيه، تخرج من الواو الساكنة على الفاء المكسورة، تقول مشوا في، مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا الذال إخراج لسان، أظلم الظاء إخراج لسان، عليهم قاموا. طبعا في هنا تفخيم وترقيق سيأتي بيانه، برضو أنا مش عايز أطيل في موضوع تفخيم والترقيق أو أي حكم آخر، فمعذرة يعني اللي بيسمعني عنده خلفية عن التجويد، يعني أصبر عليها إن شاء الله رب العالمين لحد لما يأتي بيان كله. يعني ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شاء 4 حركات، ذهب الذال إخراج لسان. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس غنى، يا أيها 4 حركات، انظر المصحف على طول، في علامة مد بعدها همزة تمد بمقدار 4 حركات. الذي الذال إخراج لسان خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذال إخراج لسان في كله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. إزاي ليس فيها إخراج لسان؟ من السماء 4 حركات، ماء 4 حركات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الثمرات إزاي إخراج لسان؟ رزقا. إزاي ليس فيها إخراج لسان؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما أدي الميم من النون والميم مشددتين تغنوا بمقدار حركتين، مما وليس مما هذا خطأ. نزلنا الزي ليس في إخراج لسان على عبدنا فأتوا بسورة. السين ليس في إخراج لسان، نقول بسو. من مثله الثاء إخراج لسان. ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. النار النون مشددة غنة بمقدار حركتين. التي وقودها الناس والحجارة. طبعا الناس غنة بمقدار حركتين، مثل أن يبقى كل نون وميم مشددتين تغنى بمقدار حركتين. إيه الخطأ؟ تقول النار. النار هذا خطأ، الناس هذا خطأ، الناس، النار، الناس، إن، كأن، لكن. التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
هذا والله أعلم، جزاكم الله خير ونفع الله بكم. طبعا أيضا من باب الاختصار لنقرأ الآيات، يمكن إن شاء الله بعد كل نهاية ربع اللي هو صفحتين ونص إن شاء الله سأنزل به تلاوة، حتى برضو يعني لا نطيل هذا الفيديو، ستجدونه على القناة بإذن الله. طيب، إلى هنا كن وقفنا. الشيء المهم الآن اللي أريد أن أقول إن شاء الله، نحن نكرر اللي أخذناه. الاستعاذة سنة، البسملة واجبة في بداية كل السور ما عدا سورة التوبة، وفي أجزاء السور سنة. النون والميم مشددتين تغنى بمقدار حركتين، الذال والثاء والظاء في آخر اللسان. فواتح السور ثلاث أقسام، وأي علامة مد بعديها همزة تمد بمقدار أربع حركات، والصفر المستدير هذا لا ينطق لأصل رفعا وليس له أي تأثير. ليه بكرر؟ تكرار يعلم الشطار. طيب، في شيء مهم يعني أردت أن أقوله، ممكن يعني حضرتك ترسل لي على هذا الرقم اللي ظهر الآن على الواتس، وتسجل لي هذه الصفحة أو ما سبق وأصحح لك، إن كان فيها خطأ سأذكره لك. لو مباشرة تريد على الواتس مباشرة، أو تريد أن أنا أعمل فيديو مجمع للناس اللي هترسل لي وأوضح يعني هذا خطأ وهذا أصل وهذا الصحيح. إن أردت ذلك أو أردت ذلك يعني كما تريد، سأضع اسمك إن شاء الله في الفيديو لمن أراد أيضا أن أصحح له الخطأ على فيديو عام وسأضعه على اليوتيوب، أو أصحح لك على الخاص على الواتس كما هو الرقم موجود الآن. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته مع النبي صلى الله عليه وسلم والدال على الخير كفاعله، وأسأل الله جل وعلا أن يذكرنا القرآن آية آية حرفا حرفا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه.